السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عواشركم بركة وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير. إن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا وراحة البال، وكنشكركم بزاف. اليوم بغيت نشارك معكم رغيفات معسلين، كيجي ولداد وزوينين، الواحد كيوجدهم الإفطار هكذا عنده شي ضيف أو صباحية العيد. هنا عندنا نص كيلو نتاع الدقيق، الا بغينا نعبروا بكيلو نتاع الدقيق غادي نديروا كاس نتاع الزبده. انا محيت عندي نص كيلو، غادي ندير نص الكميه. عندي هنايا نصف كاس من الزيت، عفوا من الزبده، عندي نصف كاس من الجلجلان مطحون. انا غادي ندير بيضه، واخا عندي نص كيلو غادي ندير بيضه، وحتى في الكيلو ديروا صفار بيضه، غير صفار بيضه. عندي هنا ملعقة صغيرة من الخرقوم غير ممتلئة على الراس. عندي هنايا النافع مطحون، القليل من الخميرة حبيبات. عندي هنايا اللوز، انا طحنته غبرة، واللي بغى يدير عقدة اللوز يصاوب عقدة اللوز باش غادي نحشو بها المسمن ديالنا، نعمر بها المسمن. وهذا اللوز للتزيين، او نديرو الجلجلان اللي بغى يدير اللوز، اللي بغى يدير الجلجلان والعسل طبيعة من نعسلهم. هذا اللوز التزيين، و 8 غرام في الكيلو، 8 غرام نتاع الخمارة الكيلو نتاع الدقيق. انا غادي ندير هنايا غير قبيصة نتاع الخمارة. عندي هنايا النافع طيبته وبالماء ديالو غادي نعكر هذا المسمن. الماء دافي، عندي هنايا الماء دافي، ما نديروش سخون بزاف. والملح طبيعة الحال، غادي نضيفوا هذه المكونات. نضيفوا شوية من الخميرة، درت فيها المستكة الحرة، راني طحنتها ودرتها. غادي نخلط جيدا هاد المكونات، ونعجنوا العجين، ما نديروش جاري، نديروه قاسح شي شويه باش ما يتقطعناش وتخرج لنا الحشوه نتاع العقده نتاع اللوز ملي نتحاولوا عليه. ما امكن ان كنكونوا نقرصوه، ديما ما غاديش نديروه جاري، نديروه شويه متماسك. كاين اللي كيضيف فيه ماء الزهر، انا ما درتش ماء الزهر. نزيدو غير شويه د الماء، ندخل فيه هذاك الدقيق وندلكوه جيدا. بعد ما ندلكنا العجينه ندير نلموها، نغطيوها بواحد السلوفان
ونخليوها واحد شويه ترتاح ونقطعوها. بعد ما هنايا جبدنا العجينه ديالنا خليناها ارتاحت واحد شويه غادي نحربلوها هكا. نخليهم هنايا غادي نولي نكورهم هكا باش نخليهم يرتاحوا. بقاو هكا تنساليو هاد الكمية هاولا نديروهم بالدلاك على الطريقة ونقرصهم غير واحد شوية هكايا ونبقاو نحطوهم يرتاحو باش من نقرصوهم ما يتقطعوناش ونقرصوهم شابة بزاف واحد شوية على شكل دائري كابش في السعية ياخدو لناش الوقت بالدلاك ديروهم على شكل دوائر او نجيبو بالوحيدة نجيبو شوية لوز ندريه هكا نجبد بالجوانب حاولوا ما نقطعوهاش نبداو بهذوك الحبات اللي يكونوا عندنا ما شويه ارتاحوا
هنايا نسرحوهم. من الاحسن الا درناهم هكا يا من يكونوا مدرسهم مدورين ما يتقطعوش، احسن ما ضروري نكوروهم باش ملي نوركوهم هكايا ونديروا فيهم اللوز باش ما يتقطعوش، لحقاش الا تقطعوا راه هذه اللوز يخرج لكم في القلي. انا الطريقه اللي لقيتها احسن هو انني ملي نكون قرصتهم نديرهم نقطعهم في الاول على شكل دوائر كما كنقطعوا المسمن العادي، ندوروهم باش هكا ما يخرجش اللوز في القلي. كنديرهم انا بهذه الطريقه هذه. نديرو هنايا الزيت تحمى ونقرصوهم، حاولوا ما امكن ما نقطعوهمش. ما تخرجناش هذيك الحشوه. ديو هذه ترتاح. نبديو باللي في الاول وما اللي نبديو بهم اللي درناهم في الاول. انا كنصاوب النص ونولينا نخبز النص نقليه. نقلي فيهم زيت التحمى. حاولوا نطلعوا الزيت فوق منهم. زيت نفخو. نحاولوا هنايا ما نهرسوهمش، نهزوهم غير بالمهل. بعد ما قلينا كلشي الكميه اللي عندنا، انا هادي نعسل النص وهادي غير ندهنو بالعسل، ما هاديش نعسلو. انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، ما كنبغيش الحلاوه بزاف. هادي النص نزينو بالجلجلان سمسم ونص باللوز مرحي. وما تبقى ليا راه غادي نديرو في الكونجيلاتور بلا ما ندير له العسل، حتى نكون هادي نجبدو وكي يرطب صافي يمشي يدي كونجلا. نسخنو العسل وندهنوه بالعسل ونزينوه. انا ندهنو غير هكايا
في الشتاء. ونزينه باللوز، اللي بغى يزينو على جوج جهات يزينو، اللي بغى يزينو غير على جهة يزينو. واحد يوجدو كي كيكون عندو الوقت ويديرو في الكونجيلاتور، وراه غادي يبقى هاك كما كيخسر ما حتى شي حاجه. الواحد ملي يكون هادي يجبدو يكون بارد، يسخن العسيله ويدهنو ويرشو باللوز. نجي حبة تعاود هكا نديرهم السكسين. جيت بالسمسم زار السمسم طبيعة الحارة محمص شي شوية. كيجيه هشيش، راه اللي جربو غادي يعجبو، راه كيجي هشيش وطري بزاف، ما كيجيش يجي بحال كي تاكلي الكاطو ماشي حاجه، كيجي هشيش بزاف. اللي بغى الحلاوه يغطسو كامل كامل اللي يديرو في العسل، ومن الاحسن هاد الطريقه الواحد يتجنب الحلاوه حيت اتاي ولا القهوه راه حلوين. يدير غير هكا العسل يدهنها بالبانسو يكفي. كاين اللي بغى يدير فيه مازهر يدير، انا ما درتش مازهر في العجين. وهذا هو الطبق ديالنا النهائي كما شفتوا، والكميه اللي بقات لي كيغرم تبارك الله، هادو غادي نديرهم في الكونجيلاتور. ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم، راه كيجي زوين وهادي يبغيوه الدراري ولا الكبار، كيجي هشيش بزاف كيدوب في الفم صراحه. وشكرا لكم على المشاهده، اللي كمل المشاهده نقول له شكرا جزيل الشكر، وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير.